السلام عليكم. اليوم راح أورجيكم طريقة الكريمة لأن الجميع طلبها. أنا بستعمل هابي ويبي كريم. لكل كونتينر راح أستعمل له كاسة ونص سكر بس. بيأخذ راح أخذ كرتونتين وهابي ويبي كريم مع 3 كاسات سكر. أنا معي كاسة ونص بالصحن وكاسة ونص هيهم. راح أخذ عليهم باكيت فانيلا بس عشان الطعم الريحة. رح ياخذ وقت كبير في الخفق، تقريبا 10 دقائق كاملين رح ياخذوا. من الواحد يطول باله. بلش اخفق فيهم وارجيكم كل مرحلة راح اوصل لها. اول راح نبلش نخلط، ما بنحط السكر من اولها. السكر بنحط بعد ما تحسي الحليب الهابي وبين كريم بلش يجمد معاكي، بتبلش تحط السكر تدريجيا تنزلي فيه. طبعا اذا الواحد بيحب يلون بعد ما يخفقها ويخلصها بيقيم قد ما بده وبحط اي نوع صبغة بده اياها وبيلون زي ما بده. وملاحظة تانية راح احكي لكم اياها، اذا بدكم تسووا الكريمة كاكاو شوكولات تستبدلوا نص كاسة سكر في نص كاسة كاكاو عشان انها الكريمة ما تحجر معاكم دايما. ضفت الفانيلا، هلا ببلش اضيف السكر في التدريج. برجع بحكي لكل كونتينر هابي كريم 1.5 سكر، مش أزود من هيك. القسم الثاني من السكر ضلنا مستمرين في مرحلة الخفق.
هيك بلشت الكريمة تدخل معنا. كمان شوي تكون جهزت الكريمة، إن شاء الله بتجربوها بتعجبكم الطريقة. هيك الكريمة جهزت، تقدروا تستعملوها لأي نوع كيك، لأي تابن فروت، لأي إشي بتحبوه تقدر تسووها، وكمان بتقدر تحتفظوا فيها في الفريزة، بتقدر تسوي منها آيس كريم، كتير شغلات بتسووا منها. إن شاء الله عجبتكم، عجبتكم الطريقة. شكرا لكم على المتابعة.